الحقيقه كالعاده برضو يعني فرق النادي الاهلي المختلفه بتشارك في معظم ان ما كانتش بتشارك في كل البطولات الدوليه المتاحه. يعني استكمالا برضو لكلامنا عن النادي الاهلي وفرق المختلفه، عايزين نقول لكم ان بعثه الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي وصلت بالفعل الى المغرب للمشاركه في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. فريق رجال يد النادي الاهلي يوجد على راس المجموعه الاولى إلى جانب أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسكوتو ريما النيجيري وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة اللي أجريت في المغرب. ضمت المجموعة الثانية أندية وداد سمارة المغربي، إنتر كلوب الأنجولي وجي أس كي الكونغولي وأسفا السنغالي. من المقرر أن تنطلق منافسات البطولة يوم 24 من الشهر الجاري، وطبعا تستضيفها مدينة مكناس المغربية، وأكيد بنتمنى كل التوفيق لفريقنا.